وصلتنا طيارة حليب على مطار رفيق الحريري الدولي، طيارة عسكرية جاية من الكويت، في بقلبها 6 طن حليب، أي ما يعادل 15,000 علبة حليب قادرة إنه تكفي 3,000 طفل لبناني. صراحة اللي خلاني اتواصل مع اصدقائي بالكويت وننظم هالحملة اكيد بالتعاون مع جمعية قوافل للاغاثة والتنمية هو المشهد يلي استفز كل اللبنانية، بس كلنا شفنا كيف عم بيتم تلف اكتر من 20 طن حليب منتهي الصلاحية، وعادي حطوها على التي في وتم تلفون، والاهل عم يقتلوا حالهم ويبرموا 1000 صيدلية ويربحوا جميلة هيدا وهيدا كرمال يحصلوا بالنهاية على علبة حليب. صراحة من بعد ما شفت هالمشهد ما قدرت اني ضلي قاعدة، دغري تواصلت معهم ودغري قمنا بهيدي الحملة يلي الحمد لله بأقل من جمعتين قدرنا نجمع مبلغ بحدود 20,000 دينار كويتي، أي ما يعادل أكثر من 1,000,000,000 ليرة لبنانية. وصلتنا اليوم طيارة فيها 6 طن حليب، وأكيد رح نستقبل طيارة تانية بنفس الكمية بأقرب وقت ممكن. لو ما نحن المبادرات الفردية عم نعمل أشياء بقلب لبنان ومبادرات برات لبنان، هن أكيد الدولة ما فرقت معهم إنه يعملوا أي شيء لهيدا الشعب. بلشت القصة معي من بعد ثورة 17 تشرين، وأكيد من بعد ما كلنا شفنا كيف صار يلعب الدولار بطريقة خيالية، الناس نامت عشية وقامت فجأة طلعت ولقت إنه مصرياتها تبخرت وما بقى إلها قيمة. فمن وقتها قررت إنه أعمل حملة، بلشت على الإنستغرام، صراحة بلشت من ولا شيء، قررت إنه ساعد 5 عيال بكل شهر. حطيت البوست على إنستغرام وقلت لكل أصدقائي اللي بيحب يجي ونساعد عيال أنا رح كرس كل وقتي وافتح بيتي لهالحملة. صراحة ما كنا متوقعين إنه نوصل لهالعدد الكبير، 5 عيال صاروا 100، 100 صاروا 500، وال500 صاروا بحدود 1,000 عيلة. مش بس وزعنا أكل على عيال لبنانية بقعية، وزعنا سانيتيشن وهايجين كيتس، قدرنا كمان نعمل حملات ومن خلالها قدمنا بحدود 40 قنينة أكسجين لمختلف الجمعيات. وآخر حملة يلي قمت فيها هي حملة الحليب يلي اليوم عم نحكي عنها. أنا عن جد بتشكر كل مين دعم هيدي الحملة، من رفقاتي، من أهلي اللي عملنا حملات بلبنان وبرا، كل مين عن جد آمن فيي لحتى نقوم بهيدا العمل الحلو جدا. وإن شاء الله إن شاء الله بتمنى أنه نوصل لمرحلة ما بقى نحكي بالسلة الغذائية، ما بقى نحكي كيف بدنا نجيب مساعدات للبنان، خلينا نرجع نحكي لبنان التطور، لبنان الإبداع، لبنان الاختراعات، لأنه هيك نحن تعودنا أنه نكون مش لبنان السلة الغذائية، لبنان الطوابير، لبنان الذل. Thank you.